يلا، أكلت التمر، أكلت التمر. أكل ده فعل، ماله؟ ماضي، حصل وخلص، أنا أكلت وخلصت. يبقى فعل ماض مبني على الفتح. طب والتاء يا مس اللي لازقه دي بقى، تاء التأنيث ونرميها بقى وملهاش لازمه زي بتاعت فوق؟ لا، دي هنا ليها لازمه، ان انا بقول اكلت، يعني المفروض ان انا افهم من الجمله دي اني انا اللي كلت. معنى كده ان التاء دي جايه لي مكان الفاعل، جايه لي مكان ايه؟ الفاعل. الفعل. طب دي اعربها ازاي يا مس؟ هقول عليها فاعل. ممكن اعربها بطريقتين، ممكن اقول والتاء تاء الفاعل واسكت، وممكن اقول ضمير مبني في محل رفع فاعل. يعني ايه يا مس الكلام ده؟ التاء دي عمرها ما تكون فاعل كده بس. ليه؟ لان ده ضمير، ما ينفعش اقول على الضمير كلمه فاعل على طول. امال هقول ايه؟ لازم اقول ان هي ضمير في محل رفع فاعل. يعني ايه؟ يعني جايه مكان الفاعل، وعشان الفاعل بيكون مرفوع يبقى هي في محل رفع. اتفقنا؟ اتفقنا ميس. مفهومة الجزئية دي ولا عيدها؟ مفهوم. طيب أنا كده طلعت الفعل والفعل، أعرب رقم ثلاثة؟ لا، الكلمة رقم ثلاثة دي هنتعلم إعرابها المرة الجاية. تمام؟ بتقولي يا مازن؟ تمام يا ميس. تمام. عندي الجملة رقم ثلاثة برضك هعربها، وبعد كده كل واحد هياخد جملة لوحده. أكتب، أكتب واجبك. اكتب واجبك، انا بكلم حد قدامي وبقول له اكتب الواجب بتاعك. كلمة اكتب ايه يا إيلا؟ ينفع تعيدي جملة رقم 2؟ طيب ركزي معايا في رقم ثلاثة وهرجع تاني لرقم اتنين. اكتب واجبك، انا بكلم واحد قدامي وبقول له اكتب الواجب بتاعك. معنى كده ان كلمة اكتب دي فعل، وبأمر حد وبكلم حد قدامي يبقى فعل أمر مبني على إيه؟ على السكون. طيب هو مين اللي هيكتب؟ مين الفاعل هنا؟ الفاعل يا مس إن أنا بكلم واحد قدامي، يبقى بخاطب حد، يبقى الفاعل بتاعي مستتر تقديره أنت. الفاعل بتاعي مستتر تقديره إيه؟ ها؟ معايا ولا مش معايا؟ مازن معايا، مريم معايا، ايوه إيلا ورغد معايا، مروان معانا. ايوه طيب اكتب دي فعل ايه يا مروان؟ اكتب دي فعل ايه؟ امر امر. والفعل الامر يبقى بعربه ايه يا ادم؟ فعل الأمر بعربه بالسكون مبني على السكون. طب بالسكون مازن، انا عندي هنا فاعل في كلمة اكتب. بعد كلمة تكتب. عندي لا فاعل، ما عنديش فاعل. طب مريم كده انا هرمي الفاعل والغيه. هيا مريم، لا امال هعرفه ازاي ولا هجيبه منين؟ كلمة اكتب ولا واجب. انا عايزه فاعل، طلعي لي فاعل من جمله اكتب واجب. اللي هو الب اللي هو مش اللي هو اللي هو اللي هيكتب ده. اللي هو انت، صح؟ اه طيب هي كلمة انت دي موجودة قدامي في الجملة؟ لا طيب يا إيلا، يبقى انا كده هقول عليها ضمير ايه؟ يا إيلا، مريم اقفلي المايك عندك شوية. إيلا، طيب اكتب دي احنا طلعنا الفعل بتاعها انت. طب هي انت دي موجودة قدامي في الجملة؟ لا طب ما هي مش موجودة، ما انا هعرفها ازاي؟ هقول عليها ايه؟ ضمير ايه؟ هي زهرة قدام عيني؟ لا طب طالما مش زهرة قدام عيني بقول عليها ضمير مستتر. يعني ايه أمير مستتر يا مس؟ يعني مستخبي.
ضمير مستتر وهقدره من عندي، انا بكلم واحد قدامي يعني بخاطب حد قدامي، يعني هستخدم ضمير مخاطب اللي هو ايه انت، لان هو بيكلم صيغة مذكر هنا، اكتب انت واجبك. تمام، مفهومة الى الجملة رقم ثلاثة دي؟ مفهومة؟ يا إيه؟ لا، نعم. الجملة رقم ثلاثة مفهومة؟ سمع منك أي حاجة. أيوة. طب تمام، مازن الجملة رقم ثلاثة مفهومة؟ مريم، مروان، آدم، أيوة ميس. رغد، لا مش أيوة. عايز تقول حاجة يا مازن؟ لا مش طيب رقم اتنين بقى اللي انت طلبتها، ايه المايك عندك يا مريم لو سمحت؟ رقم اتنين يا ايلا، هعيدها تاني، ركزي معايا وافتحي المايك بتاعي لما اسالك تردي عليا. ايلا، جملة اكلت التمر، هو مين اللي اكل هنا؟ ايه؟ أنا طيب هي كلمة أنا دي موجودة قدامك هنا دلوقتي؟ لا مش موجودة قدامك، بس أنا المس حطت مكانها حرف التاء. يعني أنا المس لو شلت التاء دي تتأثر؟ أه تتأثر. أقول أكل التمر، تقولي لي أيوه مين اللي كل التمر؟ هنا أنا خبيت الفاعل خالص، معنى كده إن التاء دي جاية لي مكان أنا، جاية لي مكان إيه؟ أنا يبقى معنى كده إن التاء دي تاء الفاعل، التاء دي تاء الإيه؟ الفعل يبقى انا عندي الفعل بتاعي اكل فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء الفاعل، وليها طريقه تانية في الاعراب اقول ضمير مبني في محل رفع فاعل، يعني هي مش فاعل بس جايه لي مكان مين؟ الفاعل، تفهمني ان مين اللي كان. وصلت؟ وصلت يا ميس. لا إيلا، انا عايزه إيلا اللي تقول لي وصلت وفهمت. ايوه وصلت. تمام، نخش على اللي بعده يعني. أيوة يلا يا آدم، الجملة رقم أربعة، طلع لي الفعل والفاعل واعرب لي الاتنين. يلعب فعل مضارع تمام، مرفوع بالضم، برافو عليك. الولد تمام مرفوع فاعل تمام مرفوع بالضم. تمام برافو عليك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب ليه اخترت الضمة؟ عشان هو مفرد. عشان هو مفرد، برافو عليك. يلا يا مازن، الجملة اللي وراها، معلش يا ميس، المايك موجود. هي كتب عمر الدرس صح؟ تمام، أقول أي كلمة؟ طلع لي الفعل وطلع لي الفاعل وبعدين اعرف لي الاثنين. الفعل اه، فين الفعل في الجملة؟ كتب كتب، كتب دي تبقى فعل ايه؟ بالضم. هو ايه اللي بتضمه ده، فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ فعل مضارع ومضى وامر اه، ده نوعه ايه؟ كتب الماضي. وخلص، يبقى ده فعل ايه؟ ماضي ماضي. والماضي ده لما باجي اعرفه اقول فعل ماضي ايه؟ ماضي مع الفتح مبني على الفتح، برافو عليه. طيب فين الفاعل في الجملة؟ من كتب؟ عمر. عمر، اعرف لي عمر يا ميس. أعرفها؟ اه، اعرف كلمة عمر، فاعل ايه؟ يا ميس انت ما قلتلناش الإعراب لا والله، قلت الفعل. ان الفاعل زي المبتدأ والخبر وبيكونوا من باب المرفوعات، وان الفاعل لما باجي اعربه بقول فاعل مرفوع وعلامة رفع واطلع احدد نوعه واكتب علامة الاعراب بتاعته. يبقى عمر هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لانه ايه؟ مفرد. مفهوم تمام؟ تمام. طيب يا مريم،
ايوه اعربي لي الجمله اللي وراها، طلعي لي فعل وفعل واعربي. ذاكر دروسك، اهو ذاكر فعل أمر، تمام، فين الفعل بتاعي؟ فاعل اللي هو 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 ايه؟ هو لو أنت اللي هو انت. ذاكر، طب هي انت دي موجوده قدام عيني؟ لا يبقى ما ينفعش اقول له انت، امال هقول له ايه؟ ضمير مستتر وتقديره انت، يعني هتقولي له يا مستر، ده ضمير مستخبي وكانه انت، تمام كده؟ اللي هو ذاكر دروسك. ايوه تمام. هل ينفع اقول على كلمه دروسك دي فاعل؟ لا لا. ليه؟ عشان الدروس مش هي اللي هتذاكرني، ده انا اللي هذاكر، او هو او انت او انتي، تمام كده؟ طيب مروان نعم. يلا الجمله اللي وراها، قرات الكتاب، اعرب لي، طلع لي الفعل والفاعل واعربهم. قرأت فعل ماضي. قرأ لوحدها فعل ماضي مبني على الفتح. ها والتاء بقى؟ مضموم. لا بص ركز معايا، التاء لما اشوفها لازقه في فعل يبقى التاء دي ليها حلين، يا اما تكون تاء التأنيث تعرفني ان الفاعل مؤنث والفاعل يكون موجود، يا اما تكون تاء الفاعل وما يبقاش موجود فاعل تاني معايا في الجمله. على كده نقارن قرأت الكتاب آخر جملة دي مع ذهبت أميرة. ذهبت أميرة، نعم، مين اللي ذهبت؟ أميرة. يبقى أنا هنا عندي فاعل، يبقى هنا التاء اللي فوق دي تاء التأنيث. طب التانية، قرأت الكتاب، قرأت أنا، طب ما أنا دي يا مس مش موجودة ومفيش فاعل تاني، يبقى التاء دي هي تاء الفاعل. اتفقنا؟ تفهم؟ واصلة؟ ايوه. طيب يبقى التاء دي بقى تتعرب إيه؟ تنس. ايه؟ انا مش سامعاك كويس يا مروان. مروان انت فاهم؟ ايوه طب ما ترد عليا. طيب سن. التاء دي مش هي جت مكان الفاعل؟ قلنا يبقى الثانية ما فيها اعرابين، اول واحد هقول تاء الفاعل واسكت، يا اما هقول ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام، تمام. يبقى تاء الفاعل لما تقابلني وتاكدت ان هي تاء الفاعل خلاص، يبقى هي دي هتبقى ايه؟ يا اما تاء الفاعل وهسكت، يا اما ضمير مبني في محل رفع فاعل. اتفقنا؟ تفاءل. مين تاني ما جاوبش يرفع ايده كده؟ رغد ما جاوبتش، إيلا جاوبتي؟ لا طيب خشي معايا إيلا في الجملة بتاعت شربت منى العصير، وبعدين رغد تحل الأخير. شربت منى العصير، طلعي هتبقى لي الفعل والفاعل واعربيهم. شربت ماشي، شربت ده الفعل. والفعل مني تبقى الفعل اته دي جاية عشان تبين لنا ان دي الفعل ايه؟ الفاعل مؤنث. برافو عليكي. طب اعربي لي شاربه بقى واعربي لي الفعل، طلعي انت لسه ما طلعتيش فعل. بتقولي ايه؟ طلعتي الفاعل؟ منا منى دي منى مش منى، منى اخرها منا تاء مربوطه. ماشي. طيب يلا اعربي لي شاربه بقى فعل ايه؟ ده ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي ماضي. ماله مبني على ايه قلنا؟ مبني على ها الفتح، الفعل الماضي لحد النهارده كده ولحد المناهج بتاعت كل نازله، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح. تمام.
ليه حالات تانية، او ليه حالات تانية بس مش مقررة علينا دلوقتي، فما نشغلش دماغنا بيها دلوقتي. اتفقنا؟ تمام. طيب والتاء، انت قلتي لي التاء دي جاية تعرفني ان الفعل مؤنث صح؟ أيوة. يبقى هقول عليها التاء، تاء التأنيث. تمام. طيب تمام. اعربي لي بقى كلمة منى. مبتدأ مرفوع علامة مبتدأ، رفعه اصبري اصبري الضم. اصبري اصبري اصبري، مبتدأ ايه؟ هي دي جملة مبتدأ اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة فعلية. جملة فعلية. يبقى انا البيوت اللي عندي في شارع الجملة الفعلية هنا فعل، يا فاعل يا مفعول، ما بزودش عليها حاجة تانية، ما بقولش مبتدأ وخبر. هتقولي لي يا ميس طب ما دي اسم، ماليش دعوة، احنا قلنا اللي بيحدد نوع الجملة هي الكلمة الأولى، والكلمة الأولى عندي كانت فعل، يبقى كده الجملة كلها إيه؟ فعلية. يبقى أنا بسكن في 3 بيوت، يا إما فعل يا إما فاعل يا إما مفعول، إحنا ما أخدناش المفعول. ومنى جاوبتني على السؤال بتاع من، يبقى منى دي هنا إيه؟ فاعل ولا إيه؟ فاعل. فاعل. طب والفاعل بيتعرف زي المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر مرفوعين، يبقى الفاعل كمان إيه؟ مرفوع مرفوع. وعلامة رفعها الضمة برافو عليكي. طب اشمعنى اخترتي الضمة؟ عشان مفرد. عشان هي مفرد. جدع. يلا يا رغد، يلا عربي معايا. ذاكرت دروسي، ذاكرت دروسي. يلا طلعي لي ذكرت الفعل كده يا رغد. الفعل او ذكر ذاكرة. برافو عليكي. طب اعربيهولي، ده ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي. ماضي. جدع. طب والماضي احنا قلنا بيبقى مبني ولا مرفوع ولا ايه؟ يعني نبقى خلصنا الحاجة خلاص. ماشي تمام. اما باجي بقى اعربه اقول فعل ماضي مبني ولا فعل ماضي مرفوع؟ فعل ماضي مبني على الفتح، يبقى الفعل الماضي لما يقابلني بيبقى فعل ماضي مبني على ايه؟ فات على الفتح. طب هو مين اللي ذاكر هنا يا رغد؟ يا رغد ما مين اللي ذاكر هنا يا رغد؟ أنا أنا. طب هي كلمة أنا موجودة قدامي؟ لا مش موجودة قدامي، بس جايب لي حاجة مكانها ولا سايبها لي كده من غير حاجة؟ سيبا لا مش سايبها لي، ده جايب لي حاجة مكانها، جايب لي تاء الفاعل هنا هي رغد. ذاكرت دروسي، أهي التاء ديت جاية لي كأنها الفاعل، كأنها إيه؟ بساعد. يبقى لما هاجي هعرب هقول ان ذاكر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء ديت يا اما هقول تاء الفعل يا اما هقول ضمير مبني في محل رفع فاعل. اتفقنا؟ مفهومة للكل؟ حد عايز يسألني مفهومة على يا حاجة؟ ميس. حد لا عايز يسألني على ميس. حاجة؟ تمام لا كله؟ لا ميس. تمام. نخش بقى على جزء الإملاء. المرة الجاية هناخد إن شاء الله المفعول ونكمل بقية أركان الجملة الفعلية. طيب النهاردة هناخد حاجة سهلة خالص في الإملاء، بس لاحظت برضك إن في كذا حد فيكم بيغلط فيها. أنا عندي حركات قصيرة وحركات طويلة، إيه الحركات القصيرة وإيه الحركات الطويلة؟ الحركات القصيرة 3 والحركات الطويلة 3. القصيرة فتحة وكسرة وضمة، طبعا هتقولوا لي ده شغل الكيجي يا مس، بس احنا برضك بنتلخبط لسه فيهم. امال ايه الحركات الطويله؟ الحركات الطويله مد الف مد ياء مد واو. طب ايه الفرق ما بينهم؟ تعالوا نطبق الحركات القصيره والحركات الطويله على حرف الب. لما هقول حركه قصيره يعني اقصد بيها الفتحه هقول باء، ومش همد فيها.
طب يا مس انا انت قصدك دلوقتي كلمه طويله وعايزه تقولي لي ان الب وراها مد بالالف، هقولها ازاي؟ هقولها ب واطول فيها غير الباء الاولانيه اللي انا قلتها، ب غير ب، اتفقنا؟ طب نطبق على الكسره، لو هقول قصدي وانا بملي ان هي حركه قصيره، هقول بي، بي صغيره، ماده صغيره ما بمدش اصلا فيها، هي حركه صغيره جدا. طب لو عايزه امد فيها هقول بي، اتفقنا؟ طب لو انا عايزه اطبق الكلام ده على الضمه، الضمه وهي حركه صغيره اقول بو. طب لو عايزه امدها بالواو اقول ايه؟ بو، اطول فيها شويه، اتفقنا؟ عرفنا الفرق ما بين الحركه القصيره والحركه الطويله؟ الحركه القصيره ما بمدش صوتي فيها قوي، بقولها حته صغيره، فتحه بفتح بوقي واقول ب. طب الكسره بي، الضمه بو. طب امال يا مس الحركات الطويله؟ لا دي ب بي بو، اتفقنا؟ نملي. أي طيب كله يفتح كده ورقه كراسته يعني. مش أنا فتحت طيب تمام، يلا أساوروا. بتقول أمس أسامي، أساوروا، أمس أساوري. دوروا طب أمس بطلوا كلام عشان تسمعوني. أساوروا أساوروا. أساوروا. بعديها يا مس كواعب. كواعبه كواعب. كواعبه أو بعديها يا مس بعث. بعث. بعديها وجد. كمي في ايه بعد جواعبه بعث ووجد. بعد وجد مش بعد وجد. ثواني يا حبيبي، كله كتب لحد وجد. أكمل بعد وجد. واجد. واجد. يا ميس ها واجده ولا واجبه؟ واجده بالدال. ده بس بعديه حاضر، ثواني كله معايا كده كمل. ايوه طيب اكتبوا كده قاموسي. مش بعد وجد ايه قاموسي. ايه قاموسي. اكتب هنا قاموس بس بعديه ثواني يا حبيبتي، الزمالك كلهم يخلصوا. اقول كله كتب قاموسي. ايوه مش عبادي. عبادي. بعديها يا مس نصير. مس نصير ولا نسير نصي. صي. كتبنا بعديها بعديه سماء. سماء سماء. بعديها حصان. بس اللي بعد القاموسي خميس بعد المعصير
طب واحدة واحدة بقى كده عليا، مين اللي بيسأل الأول؟ مروان. بعد اللي بعد قاموسي قاموس. قلنا عبادي. يعني بعد النصير. ثانية واحدة يا مازن عشان مروان متأخر شوية عننا. ثواني. خلصت يا مروان عبادي؟ مروان خلاص يا بادي. ايوه خلصت عبادي. نصير. انا قلت بعد نصير ايه يا ادم؟ بعد بس بعد نصيره قول تمام. سماء، وبعدها ما قلتش حاجة تاني صح؟ بعدها حس بعدها ايه؟ حصان. حصان. ماشي كيف مازن، بعد نصير وعندك كلمة سماء معايا يا مازن، ايوه ميس وكلمة حصان. حصان اللي بعد السماء ميس. بعد سماء، عندك كلمة حصان. كده كله واقف معايا على كلمة حصان. ايوه اميس دارسه ايوه دارسه اميس مدارسه. مش مدارس ولا كراس. ما ما دارسه. بعدين خلاص كده كله خلص. طيب انا ايوه هستنى ميس منكم الاملاء على الواتساب دلوقتي. تمام. محدش يخرج. تمام، هتبعتولي الاملاء وعايزاكم بس ثواني.